بسم الله. السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في احسن حال. جبت لكم الظلمه شتويه وسخونه، الظلمه تاع الروز بالكبده تاع الدجاج. هنايا انا حطيت هنايا قبل المرقه، درتها تتقلى. فوالا بعد ما تقلت المرقه مرقت، درت عليها ريتله تاع ما وخليتها. دوكا هنا شوفوا واش عندنا. عندي كاس تاع الروز، كاس تاع الروز، الروز فاير ولا البيض واش كان عندك. وعندي ثلث سنه تاع الثوم، فوالا عندي ثلث سنة تاع الثوم، عندي ربع مغرف صغيرة تاع الملح، الملح على حسب الذوق، وعندي شوية تاع كركم، فوالا، وعندي زوج كبادي تاع الدجاج، كاس تاع روز وزوج كبدة تاع الدجاج، كاس روز زوج كبدة تاع الدجاج، فوالا. وكيما تقدري ديري الفيون داشي، تقدري ديري صدر تاع الدجاج، تقدري ديري الطو، ديري زوج بيضات طو في الكاس تاع الروز. كيما تقدري ديري تقدري ديري السردين. دوكا هنايا الكبده تاع الدجاج انا قطعتها رقيقه، ما طحنتهاش. لو كنت طحنيها ترجع ما، لو كنت طحنها ترجع ما، انا قطعتها رقيقه. شفتوني كيفاش كنت نقطع فيها. ومن بعد خلطها هكذا مع هذاك الروز، هكذا خلطها مليح تدخل كامل في هذاك الروز، تخلط كامل مع هذاك الروز، فوالا هكذا. ومن بعد نبداو نكورو. شوفوا دوكا انا هنا درت يديا في الماء، فوالا، باش ما يسقليش الروز في يديا. وانت تحبي ديري يديك في الزيت ديريهم في الزيت، انا ما نحبش ندير الزيت، نحس يديا معفنين، هذاك علاه ندير الماء. فوالا حطي دهني يديك بالماء ولا بالزيت باش ما يسقلكش الروز في يديك. فوالا ومن بعد نكوروهم هكذا، فوالا نكوروهم هكذا هاوليكم. ومن بعد ها تكون ديك المرقه تاعنا غلات. هنا انا حطيت برك حبه بصل، حبه طوماطيش، وشويه تاع حميصه، وخليتهم يتقلاو، وحبه تاع جومبو خليتهم يتقلاو. بعد ما تقلاو درت لهم ريتله تاع ما، وخليت هذاك الماء حتى ولا يغلي. بعد ما ولا هذاك الماء يغلي، فوالا بديت نحط في هذو في ليبول هذو هكذا تاع الروز، ونخلوهم ما نغموهمش باش ما يتفكتوناش، ونخلوهم حتى اللي يطيبوا. فوالا بعد ما يطيب الروز تاعنا هاوليكم، والروز يشرب المرقه هذاك اللي كثروا له المرقه. فوالا هاوليكم بعد ما حطيتهم هنا في الطبسي باش يبانو لكم. شوفوا وما يلصقونا ما والو، ما يتفكتوا ما والو. هاوليكم ان شاء الله يعجبوكم. هكذا تقدري تقدمي مع اي حاجه، تقدري تقدمي مع لاصوب، تقدري تقدمي مع شوربه، تقدري تقدمي مع اي حاجه، ديريهم كطبق جانبي، ديريهم كطبق جانبي. فوالا راح يكملوا لك الطابله تاعك ويكملوا لك الماكله تاعك. فوالا هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، طبق شتوي وتاني بنين بزاف، ان شاء الله يعجبكم. فوالا اللي يعجبكم ديروا لايك. انا هنا قدمتهم مع شربه فريك اللي يقولها الناس الغربيه الحريره. فوالا طبق شتوي وسخون، ان شاء الله يعجبكم. شاهدكم في الجنه ومع السلامه.